نرحب بحضراتكم مرة تانية من بعد الفاصل في آخر فقرة في حلقتنا النهاردة. صباح الخير يا مصر. محافظة أسيوط بتشهد افتتاح أول وحدة في الصعيد متخصصة في أورام النساء بالمستشفى الجامعي بأسيوط. الوحدة دي بتستهدف الكشف المبكر عن أورام النساء زي أورام عنق الرحم وغيرها من الخدمات الصحية للمواطنين. معنا على الهاتف الدكتور علاء عطية رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، نعرف منه تفاصيل أكتر. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم، صباح الخير حضرتي على حضرتك وعلى جميع السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. في البداية طبعا مبروك على افتتاح الوحدة، وعايزين نعرف ما تشمله الوحدة من خدمات علاجية للسيدات. أولا احنا بنحب نقول حضرتك ننوه قبل ما نتكلم عن الوحدة، وطبعا احنا هنا في مستشفيات جامعة أسيوط، هي مدينة طبية متكاملة، عندنا 10 مستشفيات جامعية ورقم 11 اللي هي مستشفى الإصابات والطوارئ، إن شاء الله في طريقها للافتتاح في خلال يمكن شهر كتير من الان. في ضمن المنظومه او خطط الاحلال والتجديد والتطوير في المستشفيات الجامعيه، تم عمل بعض الخدمات الطبيه او استحداث بعض الخدمات الطبيه في مستشفى صحه المراه الجامعي، وهي احدى المستشفيات الجامعيه عندنا في جامعه اسيوط. من ضمن الوحدات دي حاجه مهمه جدا، وهي وحده للكشف المبكر عن اورام النساء. اورام النساء زي اورام مثلا عنق الرحم وغيرها، دي الوحده دي حضرتك متكامله، بتبدا من متابعه حالات الاورام منذ الشك او التشخيص في البدايه، وبتتولى الحالات لحين انتهاء الفترات العلاجيه. الوحده تضم 16 سرير مجهز وثمان اسرده عنايه متوسطه، غرفة عناية لما قبل أو تجهيز ما قبل العمليات، غرفة عناية ما بعد العمليات، بها مجموعة متخصصة من الأطباء طبعا بكوادر مختلفة أو من أول أطباء مقيمين حتى لغاية الأساتذة. يعني بصراحة دي تعتبر أول وحدة متخصصة بالأورام فقط. زي ما حضرتك عارفة الطب دلوقتي ما عادش فيه يعني تخصصات عامة. دلوقتي المجال كله او بيحتاج نحو التخصصات الدقيقه، يعني مثلا دي اورام نساء، ما عادش في حاجه اسمها انا دكتور نساء وخلاص، بقى في حد متخصص اورام نساء، في طبعا مناظير، في يعني في الاخصاب او الاخصاب المجهري، تمام، وهكذا في كل التخصصات. طب قبل كده ما كانش عندنا البديل ده في اسيوط؟ يعني هل دي عايز حضرتك تقول ان هي بتمثل اضافه وخصوصا لمنظومه المستشفيات الجامعيه الحكوميه اللي تقدر تقدم خدمات يعني اقل تكلفه من الخدمات الخاصه؟ هي يا فندم هو البديل كان موجود عندنا في المستشفيات الجامعيه بس مذاب في باقي، يعني بيدخل مريض الاورام بالاضافه الى جنبه مريض في نفس المكان، مريض مثلا بيعمل حاجه ثاني ما لهاش علاقه بالاورام في نفس التخصص طبعا صحه في صحه المراه جنب مريض الولاده. لكن دلوقتي ده يعني زي ما تقول حضرتك التطور انه بتعزل الحالات دي وبتجمع خدماتها كلها من البدايه للنهايه في مكان واحد ومنظومه واحده، وطبعا وسيستم علاجي واحد، وطبعا وبالاضافه الى الاستفاده من السيستم ده في النواحي البحثيه، يعني الخدمات بتجمع وفي اماكن محدده، طبعا ده بيضفي مزيد من التطور او يحسن الخدمه طبعا. يعني هي موجوده، يعني كان موجود بدائل بس ما مش بالتخصص ده او مش بالجوده دي. بالظبط البدائل انه يعني شغل الاورام بنشتغل اورام من زمان، صحيح، لكن انك تخصص للاورام النساء وحده بالظبط وحده يتم تجهيزها، ما تتابعش الا حالات الاورام، لانه زي ما سبق قلت لحضرتك انه التخصصات حاليا عندنا في اساتذه او كوادر متخصصه الاورام فقط. صحيح. تمام، فطبعا ده بيضفي الجوده ويحسن الخدمه المؤديه للمرضى يعني. طب هل حاليا الوحده اصبحت يعني جاهزه لاستقبال السيدات وساعتها قد ايه يا فندم؟ هي يعني هي صغيره، هي 16 سرير في مستشفى صحه المراه، 16 سرير عادي وثمان اسرار عاديه متوسطه، يعني حوالي 24 سرير. ده جزء من مستشفى، يعني وحده جزء من مستشفى صحه المراه الجامعي. المستشفى دي خاصة بالمرأة فقط، اللي هو يعني أمراض النساء والتوليد. جزء منها اتعمل الوحدة دي مخصصة منعزلة بخدماتها المتكاملة زي ما قلت لحضرتك، من أول التشخيص حتى نهاية العلاج والمتابعة.
والمتابعه، القصه مش علاج انه بعد مثلا ما عملت العمليه برضه بقتله خدماتها اللي هي العلاج، يعني بيسهل لهم الخدمات اللي هي العلاج ما بعد الاورام، زي ما حضرتك عارفه بقى بعض الجراحات في طبعا علاج كيماوي او اي علاج ثاني، تمام، بيبقى فيه متابعه لكل لغايه ما المريضه امورها الحمد لله تتحسن تماما و بتاخد الخدمه كامله يعني لغايه ما تخلص المهمه بتاعتها. طب بالنسبه لاسعار الكشف، الفحوصات، يعني هل في نسب دعم وتخفيض ليها؟ هل يعني نقدر نقول ان في دعم لهذا الامر؟ يا فندم احنا مستشفيات جامعيه حكوميه. كل ده مدعوم تماما اغلبه بنفق الدوله. تمام، بس بنسب برضه يا دكتور، انا عارف المستشفيات الجامعيه يعني مش مدعوم بالشكل الكامل. لا انا هكمل لحضرتك. مدعوم في نفق الدوله، والجزء الغير قادر، المريض الغير قادر ده بيستثنى من مصاريفه. في بقى وحدات او اقسام خاصه دي يعني داخل المستشفيات الجامعيه، ده وضع ثاني، مش هي دي مجال الكلام بتاعنا يعني، او مفيش وحده الاورام دي بالذات التكلفه هنا كلها نفق الدوله او مجاني، مفيش سيكتور برايفت يعني. طب ولو بنتكلم على العمليات الجراحيه كمان الاسعار فيها بتبقى عامله ازاي؟ مخفضه؟ نفس الكلام، العلاج باجر ليه اسعاره، تمام، طبقا، والعلاج المجاني ورفقه الدوله ده مدعم تماما، او يعني المريض ما يدفعش حاجه. بيجي جواب نفقه الدوله بيتحمل، واحيانا كمان لما بيجي جواب بنفقه الدوله باقل من يعني في مثلا حاجات متطلبات العمليات اكثر شويه، المستشفى بتستثني الفرق ده بتدفعه المستشفى. يعني احيانا مثلا في عمليه معينه بتكلف مثلا نخرج مثلا من اورام لو مفاصل مثلا او حاجه بتكلف 60 او 70,000، احيانا بيجي لي مثلا جواب نفقه الدوله مثلا ب 50,000 على كذا، او الفرق ده بتتحمله مستشفيات المرضى اللي هم المجاني الغلابه. مفهوم. اما المريض بقى اللي بيدخل خاص، مفهوم، التعاقد ده بيدفع يعني ده جزء اخر بقى. طيب بيدفع بقى. صحيح. طب يعني اذا كانت المنصوره هي عاصمه الطب في الدلتا، ف أسيوط هي عاصمة الطب في صعيد مصر، كلنا عارفين الكلام ده، هي نقطة الانطلاق، يعني كل الصعايدة بيروحوا أسيوط يتعالجوا، وده شيء معروف للجميع. النهضة الطبية اللي حصلت عندك في المستشفيات وأنت تتولى منصب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، حدثنا عنها في السنوات الأخيرة عاملة إزاي؟ فندم احنا لله الحمد في يعني تطور ملحوظ ومرئي، تمام، حصل في المستشفيات الجامعيه في الاعوام الاخيره. احنا طبعا احنا بدانا كانت بمستشفى جامعي وحيد اللي هو اسمه المستشفى الجامعي الرئيسي، كان سعته 2000 سرير او 2200 سرير، ده تم افتتاحه زمان في سنه 87 او 86. وده اللي كانت الدنيا قايمه عليه الوحده. الوحده كل تخصصات بتشتغل في هذا المبنى الرئيسي. تمام؟ احنا حاليا يا فندم خلال هذه الفترة احنا حاليا 10 مستشفيات، ورقم 11 خلصت وجاهزة للافتتاح، وهي في سكيدول ان شاء الله تفتح تاني فخامة الرئيس، سواء زوم او حاجة اللي اسمها مستشفى الاصابات والطوارئ، ودي زي ما حضرتك تعلم اول مستشفى اصابات وطوارئ حكومي في مصر، وانا بقول الكلام ده لحضرتك اهو على الهواء، مستشفى خاص فقط بالحوادث، الاصابات والحوادث. على أكيد كمان المستشفيات دي مش بس بتخدم أهالي أسيوط ولكن محافظات مجاورة كمان. يا فندم الصعيد كله، احنا بالنسبة لصلاة الحوادث بناخد من حلايب وشلاتين لغاية تقريبا بني سويف. هايل يا فندم، بنتمنى لكم التوفيق في اللي جاي. كل الشكر لحضرتك الدكتور علاء عطية، رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية.